عشان أوريكم بس المعركة كيف تدار، يعني المعركة كيف تدار. طبعاً أنا هسمعها لكم صوت عشان الحاجات اللي هم بيعملوها التبليغات، طبعاً هم مشهورين بالتبليغ، فخلوني أسمعها لكم صوت ونعلق عليها. الصوت واضح عندكم يا إخوانا؟ المص واضح؟ إيه تفضل. احنا عندي موضوع وياك، تتذكر من قناة فيدك طعنت بعرضك على البث المباشر؟ زين. سبحان الله شيخنا، اكو جروب في التليجرام اسمه ياسر الحبيب في الميزان، نشروا بي فيديو اخت ياسر الحبيب وهي ترقص على اغاني انجليزية. اعوذ بالله. شيخ نشروا بي فيديو اخت ياسر الحبيب وهي ترقص على اغاني انجليزية. اعوذ نشروا بي فيديو اخت ياسر الحبيب وهي ترقص على اغاني انجليزية. اعوذ بالله. الله بيقول لك في فيديو، بيقول لك في فيديو لاخت ياسر الحبيب وهي ترقص على اغاني انجليزية، على اغاني انجليزية. فهنشوف قمة الشرف، قمة الشرف وقمة الورع، وقمة الورع بقى بشوفه، يعني قمة الشرف وقمة الورع وقمة التمثيل. شوفوا بقى الشيخ العلامة الجهبذ الحميري هيقول ايه. شيخنا الله يحفظ. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، الله يبارك، شكرا لك. الرجل ما قدرش يستحمل، ما قدرش يستحمل. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. يقفلوا عليه أبوهم، سدوا عليه. شكرا لك، شكرا لك. مش قادر يستحمل ان اخت فلان مش عارف عملت ايه، مش قادر، مش قادر. الرجل ورع، ورع. تعالوا نسمع قمة الورع. ورع راجل، ورع. احنا طبعا طبعا قضايا، قضايا الاعراب لاك بها ياسر للاسف. قضايا الاعراض لاك بها ياسر للاسف. وللاسف ليه؟ قضايا الأعراض لك بها ياسر للأسف. أنت بسميها أعراض؟ الله، يعني أنت بتخاف على العرض فعلا؟ يعني أنت بتخاف فعلا على الأعراض؟ يعني أنت خايف على الأعراض ومش عايز تدخل في الأعراض؟ طيب ماشي نسمع. قضايا الأعراض لك بها ياسر للأسف، للأسف لك بها على قناته، وأمر أتباعه أن يلوكوا بأعراض الناس علنا. أمر أتباعه أن هم يلوكوا بأعراض الناس علنا. طب عرض النبي صلى الله عليه وسلم، طب عرض النبي، طب عرض النبي يا شيعة، عرض النبي يا أولاد، عرض النبي، عرض النبي. ماشي نكمل. علنا بالأعراض، علنا بالأعراض، علنا، علنا بالأعراض، علنا بالأعراض. لكن اللي هو بيعمله ده مش في الأعراض، اللي هو بيعمله في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في الأعراض، ملوش علاقة بالأعراض، ملوش علاقة. لكن عرض الوسخ والعرض التاني الأوسخ دي أعراض، ما ينفعش نتكلم فيها، ما ينفعش. والله ويلكم من الله، والله ويلكم من الله، والله ويلكم من الله. نكمل. سبحان الله، يعني شوف هو فتح هذا المجال، هذا المجال هو فتح هذا الموضوع. لاك بأعراض الناس، الآن الناس تلوك بعرضك،
ايوه يعني هو فتح في اعراض الناس، فلاك في اعراض الناس فوجد من يلوك في عرضه. لما مرات حمير ظهرت على الشاشه فقناه فدك قالت لك روح شوف مراتك، فهو بيقول يعني ان ربنا عشان اتكلموا في مراتي فربنا ابتلاهم في اخت ياسر. صح، يعني من يتكلم في اعراض الناس ويلوك في اعراض الناس لابد ان يلاك في عرضه. صح، الله اكبر. ماشي، وين تريد توصلنا؟ بيقول لي ياسر وين تريد توصلنا؟ اسمعوا دي يا اخوانا، بيقول له وين تريد توصلنا؟ وين تريد توصلنا؟ وين تريد توصلنا؟ يعني يوم اللي كنا نقابلك بالدليل وبالبرهان وبالإشكالات العلمية. بالدليل والبرهان والإشكالات العلمية. الدليل والبرهان والإشكالات العلمية إن عكرمة وهضبة عكرمة ومش عارف إيه وأنزل وعمل، دي الأدلة العلمية. يعني ما استحملت على عرضك وما استحملت على عرضه، ده المفروض. ماشي، ونقول لك هذا حلال هذا حرام، انت دكتاتور انت مجرم، كلامك هذا مو صحيح. شوف الناس جاي يشوفك، احنا ما نقبل هذا الكلام، ما نقبل. عيب نتكلم في عرض ياسر، وعيب ياسر يتكلم في العرض بتاعنا. عرض انا وعرض ياسر ممنوع ان احنا نتكلم فيه، ممنوع، ما ينفعش، ونتكلم فيه في العالم ما ينفعش، لكن عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا، ده احنا نتكلم ونأول الحديث على غير معناه ونزود كمان في الحديث ونقول ألفاظ في الحديث مش موجودة فيه وندعي ونتكلم ونقول زي ما احنا عايزين. يا عم دي زوجة النبي، دي زوجة النبي يا عم، مفيش حد يدور عليها، لكن احنا زي بعض، احنا زي بعض دافنينه سوا. احنا ما ينفعش يا ياسر نتكلم في عرض بعض، ما ينفعش. لكن دي بتاعت النبي، دي بتاعت، ملناش دعوة بيها، والنبي ده بتاعنا مش بتاعنا يا عم. لكن عرض وعرضك لا، ما ينفعش. أنا بكلم بس الشيعي اللي عنده عقل، أما البهايم دول حاجة تانية. جاي شوفك، إحنا ما نقبل هذا الكلام، ما نقبل. إحنا معركتنا مو معركة أعراض كما قال الحسين عليه الصلاة والسلام. معركتنا ليست معركة أعراض. وابن التيت وصل لحوالي 150 حلقة في الأعراض ويقول لك معركتنا ليست معركة أعراض، وياريته بيقول الحديث نصا، ده بيزود وبيلوك عليه في الكلام كمان، ابن التيت. ماشي يا عمر بن سعد. أيوة، أنا بس عايزة تقول لنا الحسين قال إيه كده رضي الله عنه وارضاه؟ قول لنا كده الحسين رضي الله عنه وارضاه قال إيه بس؟ قول لنا. أيوه، قول لنا. قال الحسين عليه الصلاة والسلام معركة أعراض كما قال الحسين عليه الصلاة والسلام. يا عمر بن سعد، لا شأن لكم بالنساء. إيه؟ لا شأن لكم بإيه؟ هو قال لا شأن لكم بالنساء اللي عائشة؟ يعني هو قال الحسين رضي الله عنه وأرضاه لا، ليس لكم شأن بالنساء إلا عائشة؟ لا دخل لكم بالأعراض إلا عرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. المعركة بيني وبينكم، إذا قتلتوني خلاص روح، لا شأن لكم بالنساء. المعركة ما بيني وما بينكم، قتلتوني ما فيش مشكلة، لكن لا شأن لكم بالنساء، لكن لا شأن لكم بالنساء. والله ده كلام الحسين رضي الله عنه وارضاه، وانت المفروض ان انت من اتباع الحسين وبتطبق كلام الحسين. صح. ما نقبل، احنا معركتنا مو معركة اعراض كما قال الحسين عليه الصلاة والسلام. يا عمر بن سعد، لا شأن لكم بالنساء.
المعركة بيني وبينكم، إذا قتلتوني خلاص روح، لا شأن لكم بالنساء. لكن شوف مصيبة، هذه السنة إلهية، ملاك بأعرض الناس بأعراض الناس، لاكت الناس بعرضه. سنة إلهية، ملاك بأعراض الناس لاك الله عز وجل بعرضه. لكن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحسبان، خارج السنة الإلهية ديت. لذلك لما لقت في عرض أم المؤمنين عائشة ظهرت مراتك وهي تقبلك على المباشر ولبس اللبس اللي هي لبساه، صح ولا مش صح؟ هل انت بقى ارتدعت؟ ما ارتدعتش. لما لاك ياسر في عرض أم المؤمنين عائشة أخته ظهرت وهي بترقص على أنغام الموسيقى، وانتوا اللي أكدتوا أنها أخته، فيا ترى ياسر برضو هيطلع ويتكلم ويقول يا جماعة المرأة هذه فاجرة لأنها تبث على التيك توك، ولا هيقول إيه بالظبط؟ بيقول إيه برضو؟ بس أنا برضو يعني عايز أرجع شوية، ملاك سنة إلهية، ملاك بأعراض الناس لاك الله بعرضه. وأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه قال إياكم والنساء، إياكم والنساء إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ده دينكم يا شيعة، ده دينكم يا شيعة. ولسه هنشوف مسخرة أكتر، ولسه وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. الله أكبر، ماشي.